بضحك جدا. خلصيني الدنيا برد. طيب يا جماعه، واحد اتنين تلات. خلاص اتفرجتي عليا ولا بقى البس؟ الدنيا برد، حرام عليكي. لا تلبس ايه؟ لسه تلبس النضاره، لازم ممكن تقف في التلج شويه. اوعي اوعي، هاتي اللبس، هاتي. صحي كده، ده انت غلسه. الدنيا برد قوي. تستاهل. Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Burn it like a fire, feel it all inside, but wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry. Don't cry, oh, don't cry, don't cry, don't cry, oh. Cause princesses don't cry. Girls so pretty in voice and soft to the touch, but God made me rough. Girls so heavy the crown, they carry it all, but it's weighing me down. No, I'm fine, I'm lying on the floor again. Crack door, you're only gonna let them in. Cause a princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Over monsters in the night, don't waste our precious time on boys with pretty eyes. A princess doesn't cry, a princess doesn't cry. Burn it like a fire, feel it all inside, but wipe your teary eyes. Cause princesses don't cry, don't cry, don't cry, oh, don't cry. بمبوناتنا الحلوين، النهارده رجعنا لكم بفيديو جديد. وفيديو النهارده مختلف شويه، لان هو نور ويوسف مش معانا في الفيديو، ولان هما نايمين، فاحنا حبينا نصور اي حاجه ننزلها لكم بدل الوقت الملل دوت. بالظبط كده. فيلا عشان نبدا الفيديو. فيديو النهارده زي ما انتم عرفتوا من العنوان، وهو لا تختار صندوق الخطا. اكيد الفيديو هيبقى نار، لان ايه، في حاجات بقى كده غريبه، لان مش احنا اللي طالبين، ولا انا ولا هي اللي طالبين الحاجات. اخويا هو اللي اشترى كل حاجه من على النت، وهو اللي كمان اللي هيوصلها لنا وكل حاجه. انت مشغل اخوك عندك زي الخدام بالظبط. لا لا عادي، ما انا اخوك كبير يعني. طيب يا عم انا مالي دلوقتي، احنا مستنين اخويا، فاحنا حبينا نقول لكم بس المقدمه وكده لغايه اما الصناديق تيجي وتشوفوا بقى كميه صناديق ما حصلتش بقى. اما نشوف، يلا اقعدي بقى. ماشي. ودلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين علي جاي. واهلا اهلا يا علي، تعالى خش خش. شكرا يا محمد. طيب يا جماعه، بما ان علي وصل، يبقى ايه تاني وصل مع علي؟ الهدايا او الصناديق. ايوه فعلا جبتها لكم اهي. طبعا ديت مش تبع الهدايا. امال دي ايه؟ ايه ده يا علي دوت كده؟ عشان ايه يعني؟ صعبتوا عليا الصراحه من الحاجات اللي انا اشتريتها، فالبقاء لله فيكم يعني. اتفضلوا، ديت هتساعدكم كتير يعني. اهتموا بالحاجات ديت لانها هتنفعكم والله بجد. طب ربنا يستر. خدي يا امي، استر يا رب. هنحط الحاجات ديت هنا، وده فيها ادويه وحاجات غريبه. طيب بالنسبه للصندوق بقى، الهدايا اتفضلوا. واو يا جماعه، شايفين الهدايا كتير. واو شكرا يا علي، ربنا يكرمك. العفو العفو، اتفضل. يلا انا ماشي بقى. ماشي، مع السلامه. مع السلامه. طيب يا جماعه، زي ما انتم شفتوا الصناديق كتير وصلت، فهنرصها وبعد كده نرجع معاكم. طيب يا جماعه، انا رصيت كل حاجه، وهي كانت واقفه بتتفرج وبس يعني. طبعا ايوه طبعا، امال عايزني انضف يعني وارتب؟ المشكلة يعني اصلا ما ده مش تنظيف، ده ترتيب. المهم يلا عشان نبدأ مع اول صندوق، يلا بينا. اوكي، بما اني انا اكبر من ايمي، فانا اللي هختار الهدايا، وانا اللي اخترت انا اخد الجميلة اللي شكلها غريب ديت، المنقطة باصفر ولا ايه، وايمي تاخد المنقطة باحمر، يعني انا اللي اخترت. يلا جاهزين؟ واحد اتنين، يلا جاهز؟ تلاتة. ايه الحاجات الغريبه دي؟ انا المفروض اعمل فيها ايه يعني؟ ده فلفل اسود ده ولا كمون؟ المفروض ان انا انضف يعني يا جماعه ولا ايه؟ والله البيت نضيف يعني، مش محتاجين. طيب وده، طب انا اعمل ايه يعني؟ ده فلفل اسود، انا لو خدته كحكح مناخيري اتحرقت. طيب شيله في حاجاتك، هشيله. طيب كده اول صندوق كان غريب الاطوار، ما لناش دعوه بيه. طيب اول صندوق كده يعني بشرني بالخير الصراحه، في حاجات غريبه الاطوار ملهاش لازمه. طيب اما نشوف تاني صندوق، دورك انت. هات، انا هاخد دوت انا اللي كنت عايزاه. خد انت الاخضر ده. لا مش ده، ده كاتشب. ثانيه واحده، ايه ده؟ ايه ده اللي حصل ده؟ طيب يلا خد انت الاخضر ده. اوكي، مش عارف ايه حكايه الاخضر بس ماشي. يلا واحد اتنين تلاته. شطه صويا صوص. ليه كده؟ ليه ليه ليه؟ من اعمالك احسن، تستاهل. شفتوا يا جماعه، طلع له شطه وانا طلع لي صويا صوص. ايوه
شطة. اوكي انا شجاع وقوي وهاكل الشطة عادي. بجد يا حبيبي؟ طب استنى هجيب لك الكلمة دي مش كويس خالص، هجيب لك حاجة حلوة ديت تبقى حاجة زفت. اتفضل. ده دي كوباية. كوباية؟ ايوه ما انا عارفة انها كوباية. اعمل ايه بالكوباية؟ مش عارفة تعمل بالكوباية. تاخد الشطة كده، شايف الشطة، وتقوم حاطط في الكوباية كده الجميلة ديت، تحط فيها الشطة الجميلة كده، فالكوباية يبقى فيها لون اورنج لون الشطة، فانت هتشرب الشطة الجميلة ديت. يلا يا حبيبي يلا. اوكي امسك. نار نار. احسن. هاتي مية. اجيب لك مية منين؟ هو مية في ازازة مية في الحاجات اللي فوق اهي. هاتي بسرعة مية. مية. يا لهوي شرب ده تاني من نهار الأسد. امسك مية. مية ما عملتش حاجة. مية. اوكي شرب مية. النار هديت خلاص. امسكي الكوباية والمية. خدمتك انا. هاتي امسكي وروحي. ايه ده؟ هملى ازازة المية تاني. الاحتياط واجب صح يا كندي ولا ايه؟ ايوه قولي صح. يلا بينا المهم. يلا هنشوف. نحط كوباية ازازة المية. ما نشوف الاول طب الحاجات اللي هنا ايه. تعالى شوف معايا ولا ايه. طبعا ادوية كتير جدا. مش عارفة ايه لازمة الادوية بس الادوية كتير. ادوية تاني تاني تاني. في ادوية ادوية تاني. طفاية حريق في النص. في طفاية حريق. هو تقريبا كان عارف ان احنا هنولع او لسه هنولع يعني معرفش. ايه تاني عندك؟ ادوية برضو. هات مية. مياه اخرى. وهذه. طيب خلي المية هنا اهوت عشان تبقى باينة لما نحتاجها. وخلي الادوية كلها هنا اهو. بقى خد الصندوق اللي لسه ما نعرفش فيه لغاية دلوقتي. هات. وبس كده يا جماعة. يلا بينا نكمل. امسكي. هات. بهدلنا الدنيا. كركبنا الدنيا. اوكي يلا بينا. طيب ويلا نفتح الهدايا. ايه ده؟ ثانية واحدة. ايه في ايه؟ يا رب ما ياخدش باله. يا رب ما ياخدش باله. لا واخد بالي على فكرة. ما شربتيش لسه الصويا صوص. ثانية واحدة اجيب لك نفس الكوباية الجميلة دي. صح ولا ايه؟ لازم اجيب لها الكوباية طبعا. هي حطت فيها مية بتغسلها. يلا نشرب المية. مش مهم. امسكي. خدي نحط لك الصويا صوص كده نفس الحركة اللي انت عملتيها لي. على الاقل الصويا صوص مش حرقة يعني. اشربي. ايوه حرام عليك. حرام عليك. جميلة صح؟ جميلة. خدي بقى يلا هاتي الكوباية عشان نحتاجها اكيد. ايوه انت مقرف قوي. ماشي شكرا. يلا نحط الكوبايه هنا اهوت لغايه اما نشوف ايه تاني. خلاص بقى ما تعدلي وشك. ايه ما انت مش حاسس بالطعم. يلا المهم يلا نفتح الصندوق اللي بعده. طيب يا جماعه في المره ديت المره الثالثه ايمي المره اللي فاتت هي اللي اختارت، انما المره دي انا اللي اختار. فهختار انا ازرق وهي تاخد. خدي ده مثلا. يلا خدي. اوكي واحد اتنين تلاتة. فار فار يا رامي فار. ده لعبه يا عبيطه بجد. وريني كده. لعبة. سوري يا جماعة يعني انا بكره الفيران اكيد يعني اي حد بيكره الفيران. طيب حاجة عادية. نرجع لموضوع. ايه ده؟ لا لا مش معقول. ايه ده؟ كله يلا كله كله يلا هات. انا اكله لك. انت مش عارف تاكله صح؟ اكيد. يم طعمه جميل. شكلك متكهرب. مالك يا محمد؟ عيان عيان يا محمد. خد امسك ولو انك ما تستحقش. ده انا بس بعمل كده عشان اخلاقي الكريمه لا تسمح اني اشوف من يعذب امامي. يلا كله الدواء ولا ناوي تستحمل؟ انت اتجمدت ولا ايه؟ خلاص. بعد كل اللي انا اتكلمت ده ولا قال. طيب يا جماعه يلا ندخل على اللي بعدها. ودوري انا اللي اختار. انا هاخد دوت وانت خد دوت. يلا امسك. ماشي هاتي. طيب واحد اتنين تلاتة. شيبسي. يمي. طلع لك ايه يا ايمي؟ ها طلع لك ايه؟ تستاهلي تستاهلي. لا مستحيل. يلا خدي يلا يلا. ما بتعرفيش تاكليها برضو ولا ايه؟ ها ها ها. سبحان الله في لحظه خدت حقي. في لحظه والساعي لسه ما اكلتهاش. في ثانيه واحده اكلت حقي. يلا انا مش عارف ايه دي امراض دي ولا ايه. يا عيني انت بتحتفلي. كلتي صواريخ ولا ايه؟ خدي دواء. كلتي صواريخ؟ اديها الدواء ولا لا؟ هات بسرعه حرام عليك انا اديتهولك. لا معلش هزلك شوية. اهو انا ما بتزلش اهو. لا خلاص خدي من دوت اهو. يلا خدي هاتي ده. ايش معنى ده؟ هو كده خدي من ده. انت ندلة على فكرة. ليه يعني عملت لك ايه؟
انا اديتك الدواء اول ما انت تعبت، من انما انت شفته يا جماعه عمل ايه، استنى لغايه اما اتعب خالص وبعد كده ايه قاعد يتريق عليا. مش مهم انت عملتي كده في الشطه برضو ولا ايه؟ طيب ماشي، يبقى واحده بواحده تعادلنا. اوكي يلا بينا. دور مين؟ دور اللي يختار مين؟ انا دوري. يلا تراها، اختار انا دي وهي دي. يلا. لا لا مش تاني. لا هو في ايه يا، انا هخرب بيتك يا علي. هو علي مستقصدنا النهارده بالامراض، بس جايب لنا ادويه يعني الحمد لله. لو ما كانش جايب ادويه التريق بيقول ربنا يرحمكم ولا حاجه، ولا قال البقاء لله فينا، بيقول لنا البقاء لله. اوكي انا هاكل مش عارفه ايه بتاعي دوت، هجيب معلقه وجايه. هخرب بيتك يا علي، هخرب بيتك. طيب نحضر يا جماعه بقى الدواء جنبنا عشان ايه يحصل خير. شوف ناكل معلقه من الحاجه الغريبه اللي ملهاش اسم دي، ناكل مش عارفه ايه هي بس ناكل. المهم يلا هشيل المعلقه واجي. طيب وكده دور ايمي هي اللي تفتح. يلا ايمي افتحي. نشيل ايه ده؟ نظفي انتي. ماشي اه طبعا نظفي انتي، ما اني طلع لي ديت فانا اللي هنضف بقى. شفتي حتى شفتي؟ طيب يا ابني يلا. طيب انا بفكر نلخبط السنه دي عشان مش كل مره يطلع لنا ادويه ادويه امراض امراض، لازم نلخبط شويه عشان ايه، هو شكله مرصصهم ولا ايه ما تفهميش. بس كده خلاص مش هيطلعوا لنا هدايا ورا بعض، قصدي ادويه. غالبا المره دي يا جماعه كده بعد ما انا عكيت العك ده كله، ايه ده خشب بيطلع. بعد ما انا عكيت ايه هيعمل، هنعمل ايه، هنفتح الهدايا. المهم كده ممكن ما نلاقيش الادويه بقى. يلا افتحي اختاري. اوكي اخد انا دي واخد دي ولا دي، مش عارفه اخد دي، خليني بدي احسن. اوكي 3 2 1. لا يا لا لا ايه ده يا دي القرف. الله يقرفك يا علي، الله يقرفك، ده انا هخرب بيته بعد الفيديو. طيب يلا نضحي بحياتنا وناخد 1 2. استني لا ما ينفعش ناخد مع بعض، مين اللي هيجيب للتاني الدواء؟ صح. طيب ممكن ناخد انا بقى الدواء دوت. امسكي انت اللي فتحتيه، انا اللي هفتح واحد جديد، ما تفتح وانا مالي. طيب يلا انا هاكل الاول طبعا انا الكبير. ما تاكل الاول، انا مش عايز اكل اصلا. يلا ناخد صابون، ما شاء الله كده صابون. انا خايفه اكل. كل انجزي. اوكي 1 2 بسم الله. ايه ده يا ايمي، ده بقى شكلك زي التيشيرت بالظبط، انت والتيشيرت انت قطعه واحده مسكينه يا عيني. يلا امسكي، وانت كمان ونفس كل حاجه، بقيتي قطعه واحده. امسكي هات. شرير ما عندوش دم ابدا، شفتوا صح ولا لا؟ طبعا ما عنديش دم خالص، وانت لما اديتيني كوبايه عشان اشرب الشطه كان عندك دم طبعا. انت ازاي تقارن اصلا؟ طبعا ما اقدرش اقارن. اوكي يا جماعه جه دور الصندوق رقم كام، مش عارفه بس هو دور اصلا مين والله ما عارف. خلاص كل واحد ياخد واحده وخلاص. خدي. اوكي 1 2 3 بيتزا. واو بموت في البيتزا. خدي بقى كاتشب عشان يليق مع البيتزا. اوكي هات. شفتوا انا طيب القلب ازاي، يعني انا ما اعرفش ايه اللي اخويا ما قاليش البيتزا ديت ايه ولا ايه. بيتزا بالمشروم صح، بكره البيتزا بالمشروم، امسك مش هاكلها اقسم بالله، مش بيتزا بالمشروم. يلا خدي، ما تخافيش بقى مش بيتزا بالمشروم، والله لو بيتزا بالمشروم مش هاكلها. طيب ماشي، وانا قلت لك حاجه، امسك يلا خدي. يلا فلفل. احسن. يلا حطي كاتشب عشان الفلفل يبقى جميل كده، وفلفل كاتشب مش حراق. يلا على فكره انا بحب البيتزا اللي بالشطه، يعني كليها. يلا كليها، لا ابعد عني كليها في بيتك. تستاهلي. ميه ميه هات هات، هتخلصي الميه، ما عندنا في الميه في المطبخ. طيب حظي جميل، حظي جميل ما شاء الله عليا، حظي جميل. هو انت يعني يا جماعه عادي، شفتوا الموضوع ريلاكس اصلا، يعني مفيش حاجه، عادي دي مجرد بيتزا بالفلفل الحراق عادي يعني. طبعا عادي جدا. يلا خلص، خلينا ماشي ننجز 1 2 3. واو
حظها حلو قوي، لسه كان في ناس بتتريق على حظها دلوقتي. يم يم، اخيرا هي دي الحاجه كده السعاده يا جماعه. ايه وانا مش عارفه ايه ايس كريم الحلويات دوت، بس اوكي يلا. يا سلام يعني، شفتوا حظي عمره ما بيضيع ابدا، عشان انا بريئه فحظ البريء عمره ما بيروح. اه طبعا، وانا اعمل ايه ده بقى، الزق بقى يعني ولا ايه؟ اه طبعا الزق بقى كده ساعتك، ابعدي عني. طيب يا جماعه، جه وقت ان احنا نفتح صندوق تاني، وكاندي جت تشرفنا. تعالي يا كاندي، ازيك عامله ايه؟ اهلا، هاي كاندو. اه كاندي عايزه تقعد طبعا، شمت ريحه البيتزا، هي بتحب هي البيتزا، او القطه بتحب البيتزا، او شافت الفار. ايوه شافت الفار طبعا. المهم يلا بينا احنا نكمل حاجات. اوكي انا هاخد دوت وانت ده. 1 2 3 يا يا واو بابت. يعني شايفين يا جماعه حظي الجميل، حظي نار تحفه واو. يلا انت تسمع صوتها كده الجميل، اه مريح للاعصاب. يا بختك يا محظوظ، الله بابت. اه طيب يا جماعه، عشان تعرفوا ان السنه دي الحظ مش كل حاجه لازم تطلع فيها حلوه او وحشه. شايفين طلع لي بوبت، يا سلام. وما صحيح يا ايمي يا جميله، طلع لك يا حلوه، وريني كده يا عيني. خيار ما خلل يخي. اه صحيح، ده القطط بتخاف من الخيار. يلا خدي سرعتي كاندي، لازم تاكليه عشان سرعتي كاندي. ابعد عني، الله يقرفك الله يقرفك. ازاي ايس كريم ده، انا لسه باكل ايس كريم حتى. حلو حلو الخيار، شوفي حتى ازاي بيضحك لك. يلا خدي خدي، يلا اوعي وسعي كده جميل. بصي ازاي يوم كليه. انت مقرف. خليها ترجع بقى شويه، العب انا بوبيت بقى. ودلوقتي يا جماعه قررنا نقل الحاجات اللي كانت هنا حطيتها هنا، وهي حاجاتها حطيتها هنا، عشان نفتح الصناديق. يلا بسرعه، 1 2 3 يامي. انا عماله يطلع لي حاجه مره وحشه ومره حلوه. اه لا 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 حرام والله. اولا تستاهل عشان تحرم تتنمر عليا، ثانيا وطي صوتك عشان نور يوسف ما يصحوش يا مزعج. انت عمك ايه وانا عمي ايه؟ اه يا بطني النهارده مش هعرف انام من كتر ما بطني بتوجعني. اه هاتي الدواء. يا عيني يا عيني يا حرام، ما صعبتش عليا احسن برضو. يلا 1 2 3 واو مكياج جديد، يا سلام. اكيد يعني هو علي مستحيل يكون جايب لي المكياج، هو كان جايبه لك اكيد، بس هو طلع لي يعني. يا سلام والله، نحط مكياج بقى شويه ونشيل العلبة الجديدة الجميلة ديت اللي هاخدها معايا لكل مكان على طول. ايه طلع لي حاجة جميلة قوي، ليه في ايه؟ اه يا حظ يا جميل. لماذا نحن هنا؟ سؤال صعب سؤال صعب سؤال يراودني. اه لماذا لماذا نحن هنا؟ يلا كل. جميل ازيك، الاطفال كيوت على فكره، يعني بيبقوا طعمه حلو، حتى الاطفال بيحبوه، ولا هم ما كانوش عملوه للاطفال؟ يلا خد يلا خد، ابعدي بقى ابعدي، خد يلا خد، انا هاكله. اكلته لي بنفسها. جميل يا محمد، يلا اوكي. ونيجي للي بعده اللي هو 1 2 3 كاندي. لا يا حلوه ده ليكي. كاندي تعالي. لا يا حبيبتي، بقولك ده ليكي، بقولك ده ليكي. يا كاندي هي مش راضيه تيجي ليه؟ يلا كلي كلي بدل ما ارش في عينك. هاكل هطفحه بالسم الهاري احسن برضو. ده بقى شاور ليا كده، سشوار يا جمال يا جمال شاور. اه ما شاء الله اسمه سشوار، عارف على فكره عادي، دي غلطه بسيطه. الواحد الدنيا برد دوت، ينفع دفايه والله تصدقي. اه طبعا حطه في حاجات ينفع بعدين. ويلا على اللي بعده، 1 2 3 واو جيتار. نسمع بيقول ايه؟ ايوه كده، ده صوته احلى من بتاع امبارح. فاكرين بتاع امبارح كان صوته يقرف يعني، استغفر الله. اه كان بتاع امبارح صوته زفت قوي. ايوه ده حلو، انما انا طلع لي مخده جديده نحطها في اوضه النوم. والله المخده شكلها حلو على السرير. ماشي خلينا بقى غني انا هنا بقى. طيب يا جماعه قربنا نخلص الصناديق، فاضل لنا 3 جولات 4 جولات قصدي. إيه فكل جولة نخلينا بالجولة من اليمين للشمال. يلا بينا، 1 2 3 ايه ده الصندوق فيه دهب ده ولا ايه؟ في ايه؟ لا حرام والله حرام، يعني ايه ده؟
ليه ليه بيحصل معايا كده؟ اه يا قلبي اه لا ميا ميا بسرعه. لا ده فايت الحقيقه هتعمل احسن. اه برافو عليها بترش على نفسها يعني. المهم انا خايفه افتح الدهب ده. افتح ما يمكن تلاقي دهب فعلا وهو كان المفروض ليا. اوكي 3 2 ده صابون. هات يا حبيبي يلا هات. انا عرفت الصابون ده هيتعمل فيه ايه. هات برافو عليك اكيد فهمت صح. يلا اجمل صابون مواعين لاجمل محمد في الدنيا. يلا يلا خد صابون المواعين. ابعدي بقى يا شيخه. امسك يلا هات امسك خد اجمل معلقه اهي. ايوه احسن خليه يرجع زي ما قال لي. يلا بينا بقى نشيل الحاجات بس كده. يا سلام تستاهل يا محمد. مش بقول لكم يا جماعه النهارده بطني مش هترحمني. كلت صابون مواعين يعني عايزين اكتر من كده ايه؟ كان نايس اشرب البتاع الصمغ ده وما شربتوش ليه يا حبيبي؟ لا مره تانية بقى ان شاء الله قدام كده ان شاء الله. اه طبعا. المهم يلا نشوف ايه تاني عندنا. صندوقين دول واحد. معلش يو يا غلس كنت عايزه ابدل الصناديق. لا معلش حظي الكيكه الجميله دي. روح انت بقى شوفي حظك ايه. مستفز. لا 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 ايه ده القرف ده. احسن ما كنت عايزه تبدلي ولا ايه؟ انا اخد الكيكه خلاص انما انت تاخدي الببرونه ديت. انا حظي حلو الحمد لله ان انا ما بدلتش. الحمد لله ان انا ما بدلتش الحمد لله. ماشي يا محمد ماشي ده انا هنتقم منك. هو انا عملت لك حاجه؟ هو انا اللي جايب الصناديق اصلا؟ لا ما هو مش انت ما هو اخوك. اخويا يا جماعه يعني المفروض انت انتقم. يلا مش مشكله هنعمل ايه يعني هناخد من الببرونه. شربت من الببرونه يا عيني يا عيني شربتي ببرونه. اخلص اوكي. وهنا فاضل اخر صندوقين. يلا خدي 1 2 3 اخد دلية. يا سلام وده جردل يعني مش انا بيحن مش عارف هحط المخدة. طيب يا جماعة كان دي جت على راسي تاني زي امبارح. اوكي يلا اخر صندوقين 1 2 جاهزة جاهزة ايوه. يلا 1 2 3 ايه ده ايه ده تيجي نبدل نبدل ايه؟ لا الدنيا برد. انت عشان الدنيا برد وانا عشان لبس بنات مش كفايه اللي هيحصل فيا. ايه يعني هتحلمي احلام سعيده؟ شوفي جميله ازاي الاحلام هتطير فوقيكي. ضايقتي كاندي باحلامك على فكره. احلامك سخيفه احلامك فاضيه اصلا. تعالوا نشوف احلامها بتحلم بايه. احلامها فاضيه اصلا. هات الدواء وانجز. خدي خدي ده ده جميل ده هات. طيب ايه ده؟ طيب هو انا الحاجات اللي بتطلع لي ديت لازم انا البسها يعني ولا ايه؟ امال انا اللي هلبسها؟ حاضر اوكي. المنظر يضحك جدا. خلصيني الدنيا برد. طيب يا جماعه 1 2 3 خلاص اتفرجتي عليا ولا بقى البس الدنيا برد حرام عليكي. لا تلبس ايه لسه تلبس النضاره لازم ممكن تقف في التلج شويه. اوعي اوعي هاتي اللبس هاتي. صحي كده ده انت غلسه. آه الدنيا برد قوي. تستاهل. طيب يا جماعة نشيل حاجات محمد عنده بقى عشان ايه ما يقرفناش ويطلعنا ويقرف كده. وكده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ايه ده انت مالك في حاجة ولا ايه؟ لا مفيش يا اختي غوري من وشي. لا لا فك الضحك خلينا نخلص وننهي الفيديو وانت بتضحك ومبتسم. خليك كده فريش زي شوف ما انا طلع لي حاجات قرف وعادي بضحك. يعني مش هيطلع لك زي ديت يعني ما اشوف شوف. هي دي حاجة ان انت تلبسي مايو في البرد؟ عادي ومايو بناتي كمان طبعا عادي. اوكي عشان اكيد انا عارف نور ويوسف وحشوكوا فانا اروح اصحيهم لكم. لا لا سيبهم نايمين. وبس كده يا جماعه. يلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتضربوا ايمي بالقفا. ايه لا ولا حاجه بهزر. هزارك تقيل. صحيت نور ويوسف ليه؟ ايه ماما احنا صحينا. كنت عايزه يعني تقعدي لوحدك ليه؟ ما انا كده كده نازل. انا هتروح فين يا اخويا وانت مالك انت؟ هروح اجيب شويه حاجات. خلاص خلصتي؟ طيب اضحكي بقى خلينا ننهي الفيديو. طيب اوكي يا جماعه انا ضحكت عشان حاجه واحده بس عشان بما ان محمد نزل يجيب حاجات فانا هنزل قبليه. يعني هو هيكون نزل وانا نازله معاه كده وفي نفس الوقت انا ونور ويوسف وكاندي ممكن نسيبها في البيت. ايه لا مش عايز اصرف كفايه المصاريف اللي حصلت. لا معلش لازم ننزل نجيب شويه حاجات.
اوكي طيب يا جماعه كده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتدوسوا على جرس التنبيه عشان يوصل لكم كل فيديو جديد احنا بننزله. وبس كده باي.